عيب البث عبر يعني شبكات التواصل الاجتماعي ان هما ما بيدوناش اكتر من 30 دقيقة ثم يحصل فصل ونعاود الاتصال مرة اخرى. ولكن زي ما بقول لكم يا جماعة وزي ما قلت لزملائكم اعتبروا ان دي فقرة الاعلانات. مش احنا لما بيورونا فيلم او برنامج توك شو بيبقى فيه فترة اعلانات، فاحنا نعتبر ان احنا عندنا فترة اعلانات اللي هي هنتوقف فيها. يبقى تاني اعود للسؤال مرة اخرى، لماذا قسم الله الهرمونات الى مجموعتين؟ مجموعة اللي هي على ايدنا اليمين وبتشمل الثيرويد والادرينال كورتكس والجونادز وتتميز ببطء الكنترول لانها تحت تاثير الانتيريور بيتوتري عن طريق الاستيميليتنج هرمونز، وبالتالي النيرفس سيستم ده سؤال شاف ممثل في الهايبوثالامس عن طريق الريليسنج هرمونز، ومجموعه تتميز بالسرعه بتشمل باراثايرويد والادرينال ميدالا والبنكرياس، الكنترول سريع لان الاون فانكشن بيتحكم فيها والاكشن كمان سريع. فشوف الروعه، يبقى التناغم ان البطيء بطيء في الكنترول وبطيء في الاكشن، والسريع سريع في الكنترول وسريع في الاكشن، يدل على ايه؟ على ان مش الطبيعه اللي بتخلق، انه وراء الخلق خلق. في هذه الخريطه فاضل حاجه واحده بس، طالب ذكي يقول لي ما جبتش سيره الايه البوستيريور بيتوتري. البوستيريور بيتوتري دي غده متفرده متميزه. بماذا تتميز؟ اسمع معايا كويس قوي، دي الغده الوحيده في كل الاندوكراينال جلاندز التي تخزن ولا تصنع الهرمونات. يعني بقيه الغدد دي كلها بتصنع وتخزن، الغده دي تخزن فقط، بتطلع الانتي دايريتك هرمون، هرمون ضد اضرار البول، والاكسيتوسين ومعناها البروتين المسرع للولاده. الهرمونات دول ما بتعملهمش هي، بيتعملولها في سبيسيفيك نيوكلياي في الهايبوثالامس. اهي شويه نيوكلياي في الهايبوثالامس. اهي سبيسيفيك نيوكلياي في الهايبوثالامس. وقلنا النيوكليس معناها كولكشن اوف نيورونز، وتنزل الهرمون في الاكسون بتاعه النيورون دي ويختزن في الاكسون تيرمينالز بتاعه النيورونز اللي هي موجوده في البوستيريور بيتوتري. يعني انا عايزك تتامل، ربنا حط راس النيورون في الهايبوثالامس فاصبح التصنيع في الهايبوثالامس، والاكسون تيرمينال بتاع نفس النيورون في البوستيريور بيتوتري فأصبح التخزين في البوستيريور بيتوتري. طبعا كان ممكن الخالق سبحان الله ده نيرون خلية عصبية يحطها كلها يا في البوستيريور بيتوتري يا في الهايبوثالامس، ولكن لما نيجي في البوستيريور بيتوتري هبقول لكم برضو ان ده يدل على انه وراء الخلق خالق. وخلينا كده نعمل شوية سسبنس، ليه التو هرمونز دول الاي دي اتش والاكستوسين بيصنعها في الهايبوثالامس ويختزنها في البوستيريور بيتوتري؟ طب هينزلوا عن طريق ايه؟ عن طريق مجموعة اكسونز، مجموعة نير فايبرز بتصل الهايبوثالامس بالهايبوفيزس اللي هي البوستيريور بيتوتري، فنسميها هايبوثالامو عشان جايه من الهايبوثالامس، هايبوفيزيان عشان رايحه البيتوتري. هنا بقى ما هياش بورتال سيركوليشن، ما هياش فاسكولار كونكشن، هنا نسميها تراكت لانها مجموعة نير فايبرز جوه النيرفس سيستم يسموها تراكت. واذكرك مجموعة نير فايبرز في ايدك او في رجلك نسميها نيرف، مجموعة نير فايبر جوه السي ان اس ما يسموهاش نير، يسموها تراكت. اما يبقى هنا في هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن مع الانتيريور بيتوتري، وهنا هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت مع البوستيريور بيتوتري. كده يبقى حضرتك خدت فكرة عن كل الاندوكراينال جلاندز. هذه الفكرة ليست للحفظ، ولكن أنا لا يمكن أفهم طالب إندوكراين بدون ما استقر في ذهنه المعلومات دي. أقولها تاني في عجالة، قسم الخالق سبحانه وتعالى
الاندوكراينال جلاندز إلى مجموعتين أساسيتين. المجموعة الأولى تحت تأثير الماستر جلاند اللي هي الانتيريور بيوتري، وتشمل ثيرويد، أدرينال كورتكس، وجونادز. ما يشتغلوش غير لو الانتيريور بيوتري طلعت لهم ستيميليتنج هرمونز، والانتيريور بيوتري مش هتطلع ستيميليتنج هرمون غير لو النيرف سيستم ممثلا في الهايبوثالامس طلع لهم ريليسنج لو عاوز يطلعهم، او انهيبيتنج هرمون لو مش عاوز يطلعهم. هيصلوا ازاي؟ عن طريق الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. اي سيركوليشن فاسكولار كونكشن ما بين تو سيتس اوف كابيلاريز نسميها بورتال، لان الهرمون هيدخل في الكابيلاري بتاع الهايبوثالامس وينزل ثم ينطلق من الكابيلاريز بتاعه البيتيوتري. يبقى الفيسل هنا موجوده ما بين نوعين من الكابيلاريز، فعشان كده سموها بورتال. اذكرك في الاناتومي زي البورتال فين، بيبتدي بمجموعه كابيلاري في الانتستين تمتص الاكل، لان الكابيلاري هي الفيسل الوحيده اللي تقبل بالتبادل اكشينج، وياخد الاكل يوديه للليفر ويطلع، برضو مش هيطلع غير عن طريق مجموعه كابيلاري في الليفر تو بي ميتابولايزد. يبقى فيسل ما بين كابيلاري في الانتستين تمتص الاكل، وكابيلاري في الليفر عشان الاكل يطلع تو بي ميتابولايز، فيسموه بورتال. طب ما هنا نفس الفكره، الريليسنج والانهيبيتنج هرمون هيدخلوا، ما يقدروش يدخلوا غير في كابيلاري، في الكابيلاري بتاعت الهايبوثالامس، ثم ينتقلوا للانتيريور بيوتري وينطلقوا للانتيريور بيوتري ليؤثروا في الخلايا دي عن طريق كابيلاري. فهي فيسل ما بين تو كابيلاريز بيصل الهايبوثالامس بالهايبوفيزيس، عشان تبقى فاهم الترمينولوجي، فيسموه هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيشن. هذه المجموعة التي تشمل الثيرود والكورتكس والجونادز تتميز، احفظها ما حييت، ببطء الكنترول، وشوف التناغم والتجانس، وبطء الاكشن، عشان دي هتفيدك بقية الناس هيحفظوا مين الهرمونات اللي بيشتغل ببطء، انتوا هتبقوا عارفينهم. هو دي المجموعة اللي بتشتغل ببطء، الثيرويد والادرينال كورتكس والجونادز. يقابلها في الناحية الاخرى مجموعة، حتى قلتها في مقابلة، هنا ثيرويد، هنا باراثيرويد، هنا ادرينال كورتكس، هنا ادرينال ميدلا، هنا جونادز، هنا بنكرياس. يتميز بايه؟ بالعكس تمام، انها الكنترول بالفانكشن يعني سريع جدا، والمود اوف اكشن سريع جدا. يبقى مين اللي بيشتغلوا بسرعة؟ الباراثيرويد والبنكرياس والادرينال ميدلا. دول المجموعتين الاساسيتين. يبقى غدة واحدة ما تجابش سيرتها لتفردها اللي هي البوستيريور بيوتري. دي غدة بتتميز بايه؟ بانها تخزن ولا تصنع التو هرمونز بتوع الانتي دايوريتيك هرمون اللي هو المدر ضد ادرار البول. انتي يعني ضد، دايوريسيس يعني ادرار، يمنع ادرار البول، والاكستوس مسرع الولاده. هذان الهرمونان يختزنا في البوستيريور بيوتري لكن يصنعها في الهايبوثالامس. يبقى الغده دي متفرده في انها الغده الوحيده في الاندوكراين جلاندز التي تخزن ولا تصنع، وحتى دي هقول انها تثبت انها وراء الخلق خالق لما نيجي البوستيريور بيوتري. ليه ربنا خلى الغده دي بهذه المواصفات؟ تخزن ولا تصنع. طب كيف ينتقل الهرمونات المصنعه من النيورونز اللي في الهايبوثالامس الى الانز اللي موجوده في البوستيريور بيوتري؟ عن طريق هايبوثالامو هايبوفيزيال، هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت، مجموعة نير فايبرز هنسميها هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت. طيب أسف لهذا الانقطاع. هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت. طيب يبقى هنا في سؤال شفوي مهم جدا يا شباب. احنا قلنا ان احنا عندنا اساسا تو كنترول سيستمز، اندوكراين ونيرف سيستم، ممثل في اني حته؟ لسؤال شفوي الهايبوثالامس. ما هي العلاقه بين الاندوكراين والنيرف سيستم؟ احنا عارفين اندوكراين بطيء والنيرفس سريع. هل كل سيستم منهم بيعمل في وادن ملوش دعوه ببعض؟ لا طبعا، وراء الخلق خالق، هما في تجانس ما بينهم. فسؤال مهم، ايه العلاقه ما بين الاندوكراينال
والنرفس. أنا بقول للأوائل يجاوبوا بطريقتين، يقول علاقة الاندوكراينال بالنرفس، وما ينساش علاقة النرفس بالاندوكراينال، يعني في علاقتين، هي الموضوع في الاتجاهين، النرفس يؤثر في الاندوكراينال والاندوكراينال يؤثر في النرفس. ابتدي بالأطول، النرفس بيؤثر في الاندوكراينال للأوائل بثلاث طرق، في اثنين أنا قلتهم اوريدي، الهايبوثالامس اللي هو الجزء الوحيد من النيرفس سيستم المتعلق بالاندوكراينال عنده علاقتين بالبيتيوتري، علاقه بالانتيرو وعلاقه بالبوستيرو بيتيوتري. علاقه بالانتيرو بيتيوتري اسمها زي ما قلنا هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن، ودي بيجيب حاجتين ريليسينج وانهيبيتنج هرمونز. طب العلاقه بالبوستيرو بيتيوتري هايبوثالامو هايبوفيزيال، بس المره دي مش هنقول بورتال سيركوليشن تراكت، يعني العلاقة دي في الامس كيو فاسكولار، انما العلاقة دي نيرفس. وحتى في مقابلة جميلة بتجيب برضو حاجتين انتي دايريتيك اند اوكسيتوس، يبقى في علاقتين ما بين النيرفس سيستم اللي هو الهايبوثالامس والبيتيوتري بنوعيها انتيرو بوستيرو هايبوثالامو هايبوفيزيال. بورتال سيركوليشن ده مع مين؟ قول معايا، مع الانتيرو، وبيجيب حاجتين، قول معايا ريليسينج وانهيبيتنج هرمونز، وعلاقه تانية مع البوستيرو اسمها هايبوثالامو هايبوفيزيال، قول معايا تراكت، دي علاقه نيرفس وبيجيب برضو حاجتين اي دي اتش والاوكسيتوسين. للاوائل في علاقه ثالثه، ان الادرينال مظله اللي بتطلع الادرينالين بتبقى سبلايد بعصب بتاع الابدومين لانها موجوده في الابدومين اسمه الجريتر سبلانكيك. الادرينالين سنتر للادرينال لازم يطلع بسرعه، موجود في الهايبوثالاموس، يبقى الهايبوثالاموس هي اللي بتطلع الادرينالين في حالات الفايت والفلايت لو كنت فاكر في الامرجنسي. يبقى ثلاث علاقات ما بين النيرفس والاندوكراين، علاقتين بالبيتيوتري هايبوثالاموس هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن، مع مين؟ قول انتيرو، تجيب حاجتين، قول ريليسينج انهيبيتنج هرمون، وعلاقه مع البوستيرو هايبوثالاموس هايبوفيزيال تراكت نيرفس، تجيب حاجتين اي دي اتش اوكسيتوسين. والعلاقه الثالثه ان الادرينالين سنتر موجود في الهايبوثالامس. للطالب الاشطر كده، انت قلت النيرفس بالاندوكراينال، طب ايه علاقه الاندوكراينال بالنيرفس؟ ده الجزء السهل جدا، معظم الهرمونات بتؤثر على النيرفس سيستم، واشهر اثنين اللي هم الثايرويد والباراثايرويد بيأثروا في الاكسايتابيليتي اوف ذا نيرفس سيستم. فزيادة الثيروكسين يزود الإكسيتابيلتي في النيرفس سيستم، ونقص الباراثرمون يبقى هيؤدي إلى نقص في الكالسيوم، هيزود برضو الإكسيتابيلتي. يعني هنا زيادة الثيروكسين تزود الإكسيتابيلتي، هنا نقص الباراثرمون يزود الإكسيتابيلتي، هنشوفها كل في أوانه. يبقى زي ما النيرفس بيأثر في الاندوكراينال، الاندوكراينال كمان بتأثر في النيرفس. دي كانت مقدمة، ما تنساش هقولها المرة الثالثة أو الرابعة، الاندوكراينال جلانز مجموعتان، مجموعة بتشمل الثيرويد والأدرينال كورتكس والجونادز، دي المجموعة اللي هي كنترول بتاعها بطيء لأنها بتأتمر بالأنتيرو بيتيوتري عن طريق ستيميليتينج هرمونز، اللي بتأتمر بدورها برئيس مجلس إدارة اللي هو الهايبوثالاموس عن طريق ريليسينج أو انهيبيتينج هرمون. مجموعة تتميز، تقولوا احفظوا ما حييت، ثيرويد أدرينال كورتكس أند جونادز ببطء الكنترول، وهنشوف ببطء الأكشن. وعلى النقيض مجموعة تانية في مقابلة، هنا ثيرويد باراثيرويد كورتكس مضلة، جونادز بانكرياس، تتميز بأنها رابيد كنترول ورابيد أكشن. ويتبقى حاجة واحدة بس، البوستيريور بره المنظومة دي، غدة تتميز بأنها الوحيدة التي تخزن ولا تصنع، بتصنعوا في الهايبوثالاموس. ننتقل شباب، اقلب الصفحات من فضلك، وانا هنقول دلوقتي ال chemical nature of hormones. chemical nature of hormones، الهرمونز بيقسموها الى ثلاث مجموعات كيميائيا، ده قراءه برضه، خد بالك لحد دلوقتي ما عندناش ولا سؤال تحريري. في
هرمونات تركيبها بروتين أور بولي بيبتايدز. وأنا لأجيال ذكرتهم هنا وهناك إن الغدد اللي بتطلع هرمونات تركيبها بروتين أو بولي بيبتايد بحرف البي هي الغدد اللي بتبتدي مصادفة جميلة جدا بحرف البي اللي هما مين؟ بيتيوتري بانكرياس and باراثورمون. يبقى بيتيوتري بانكرياس and باراثورمون دي الغدد اللي هي بتطلع بروتين أو بولي بيبتايدز. طيب تاني حاجة عندي الاستيرويد هرمونز. يبقى ده ما هوش بروتين، ده بالعكس الاستيرويد ده عبارة عن ليبيد مصنوع من الكوليسترول. وهنا عاوز أقول معلومة مهمة يا جماعة، كوليسترول في ذهن الناس مادة سيئة السمعة مرتبطة بالأثيروسكليروز. هل ربنا عامل الكوليسترول سبحانه وتعالى عشان يضرنا يعمل لنا أثيروسكليروز؟ لا، كل الاستيرويد هرمونز بيتعملوا من الكوليسترول. طب مين بيطلع استيرويد هرمون؟ هحفظها لك بطريقه جميله. الاستيرويدز بحرف الاس، اي غده بتطلع 6 هرمون بحرف الاس تطلع استيرويدز. طب في غدتين في جسمك بيطلعوا 6 هرمونز بس، ديفينتلي من غير ما تفكر جونيتس التستكل ويل اوفرز، تستكل في الميل اوفرز في الميل بيطلعوا 6 هرمون وعليه الهرمون بتاعتهم استيرويدز. اللي ما يعلموش كثير من الطلبه لكن هيعلموه دلوقتي ان الادرينال كورتكس بتطلع كمان 6 هرمونز، ايستروجين اند بروجستيرون، ايستروجين اند تستوستيرون اسف. وعشان كده هقولها بطريقه يعني لطيفه عشان تفتكرها، انه ما في ذكر 100% لان الادرينال كورتكس بتطلع هرمون ذكري وانثوي. وبنفس المنطق ما فيش انثى 100% لان الادرينال كورتكس بتطلع الهرمون الذكري والانثوي. وعليه ده اللي بيفسر لنا ان ليه بعض الميلز بيتحولوا الى فيميلز او بعض الفيميل يتحولوا الى ميلز، لان الكورتكس في كل ذكر بتطلع الهرمونين الانثوي والذكري مع انه ذكر، وفي كل انثى بتطلع الهرمونين الانثوي والذكري مع انها انثى. يبقى اي غده تطلع 6 هرمونز، في غدتين في جسمك بيطلعوا 6 هرمونز، جونادز والكورتكس، دول الهرمونات بتاعتهم تركيبهم استيرويدز. ثالث مجموعة من الهرمونات كيميائيا اللي هي معمولة من 1 أمينو أسيدز وبتشمل الآتي اللي هو التيروزين بيطلع يا إما كاتيكولامينز، وكلنا عارفين مين هم كاتيكولامينز، الأدرينالين والنور أدرينالين، وللأوائل الدوبامين. يعني الطالب العادي يقول لنا كاتيكولامينز أدرينالين ونور أدرينالين، الطالب المتميز يحط معهم دوبامين. التيروزين بيطلع كمان الهرمونات بتاعة الثيروكسين، بيطلع الهرمونات بتاعت الثيرويد جلاند اللي هي زي الثيروكسين. يبقى بنقسم الهرمونات حسب الطبيعة الكيميائية إلى يا بروتين وبولي بيبتايدز يا ستيرويدز يا هرمونات معمولة من 1 أمينو أسيد. وأنا هفصلك بطريقة سهلة اللي تركيبهم بروتين أو بولي بيبتايدز. الغدد اللي بتبتدي بحرف البي بتطلع بروتين أو بولي بيبتايد بحرف البي، طريقة حلوة قوي، اللي هما البيتيوتري بانكرياس باراثيرويد. الهرمونات الغدد اللي بتطلع 6 هرمون هي اللي بتطلع استيرويدز اللي هو ليبيد معمول من الكوليسترول اللي هي الجونادز والادرينال كورتكس. وفي مجموعه ثالثه من الهرمونات معموله من 1 امينو اسيد على وجه التحديد اللي هو التيروزين، يا اما الكاتيكولامينز يا اما الثيروكسين. الحقيقه يا شباب ده الكلام اللي موجود في الكتب وهو لا يعنيني كثيرا، ده الحفظ الذي امقطه. تعالوا الى الفهم، بماذا نفاد من الكيميكال نيتشر هرمونز؟ انت هتسأل انا يهمني ايه اعرف التركيب الكيميائي للهرمونات؟ هقول لك التقسيم الاصح في عدد اخر من التكست بوكس هو هل الهرمون ده ليبيد سوليبل ولا ليبيد انسوليبل، هل هو ليبيد سوليبل ولا ليبيد انسوليبل. وهنا بقى عاوزك تركز عليها جدا لان دي اللي هتحدد المود اوف اكشن. مين الهرمونات اللي هي ليبيد سوليبل؟ اللي هي الاستيرويدز، حتى هو الاس مع الاس، ومعاهم الثيروكسين، دول ليبيد سوليبل. هو ده بقى الغرض اللي فاكر الثلاث غدد اللي هم الثيرويد
والأدرينال كورتكس والجونادز اللي كانوا في مجموعة واحدة بيتمازوا بإيه يا شباب؟ بإن هما slow in action. عارف ليه؟ لأن هما دول اللي بيطلعوا ليبيد سوليبل هرمونز. فلأن الهرمون ليبيد سوليبل هيدوب في السيل ميمبرينز بتاعت الخلايا اللي هو ليبيد ويدخل جوه الخلية ويتجه للنيوكليس لأن هو ليبيد سوليبل يقدر يعدي السيل ميمبرين ويأثر في الثانسرز فيبقى الأكشن سلو. يبقى دي التقسيمة الأصح. الهرمون لما يبقى ليبيد سوليبل يبقى هيدخل جوه الخلية ويأثر في البروتين ثانسرز فالأكشن يبقى سلو. وحفظتها رباعية تحفظها صم عدها مرارا وتكرارا في المودو أكشن من 4S. السوليبل الليبيد ادي اول اس اللي هما مين؟ الاستيرويد هرمونز اللي بيطلعوا من الجوناد والاديان كورتكس وتملي ومعاهم دي كلمه مهمه جدا ومعاهم الثايرويد هرمونز دول ليبيد سوليبل وعليه ياثروا في الثنسز وعليه الاكشن بتاعهم سلو. يبقى تاني الاستيرويدز ادي اول اس ومعاهم الثيروكسين اللي هما ثلاث غدد الاسترويد دي طالعه من الجوناد والايه والكورتكس ومعاهم الثيروكسين بتاع الثيرويد اللي هما الثلاث غدد اللي كانوا على ايدنا اليمين في الرسمه السابقه دول يقدروا يعدوا الممبرين بالسمبل ديفيوجن ويوصلوا للنيوكليس ياثروا في الثنسز ادي الاس وبالتالي الاكشن بتاعهم لانه ثنسز هيبقى بطيء. اون ذا كونتري المجموعه الثانيه يا شباب اللي بتشمل البيتيوتري والبنكرياس والباراثيرو اللي هما بيطلعوا بروتين وبوليبيبتايدز بحرف البي وتملي معاهم بروتين وبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز دول ليبيد انسوليبل. يبقى فكر معايا يبقى ما يقدروش يدخلوا الخليه لان ما يقدروش يعدوا السيل ميمبرين لانه السيل ميمبرين ليبيد وهم ليبيد انسوليبل. يبقى يخبطوا على الميمبرين والبروتين اللي اوريدي متكون جوه يغيروا نشاطه الاكتيفيتي يبقى الاكشن بتاعهم رابد. عشان كده انا بامقت التقسيمه الاساسيه اللي يقعد يقول لك ستيرويد وبروتين وبيبتايدز وامينو اسيد. لا لا الهرمونات نوعان في 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 عرف الخالق سبحان الله الهرمونات نوعان يا سوليبل في الليبيد تبقى هتدخل الخليه بالسمبل ديفيوجن وتاثر في الثنسز تبقى slow in action وبتشمل مين؟ الغدد. افتكر بقى الوقت اللي كانوا على ايدك اليمين اللي هما الاسترويد هرمونز اللي طالعه منين؟ من الادرينال كورتكس والجونادز وتملي ومعاهم الثيروكس. يا اما هرمونات تركيبه بروتين او بوليبيبتايدز بيبقوا ليبيد ان سوليبل يبقى مش هيدخلوا الخليه يبقى يخبطوا على السيل ميمبرين الريسبتور على السيل ميمبرين البروتين اللي اوريدي موجود يغيروا نشاطه يبقى الاكشن بتاعهم رابيد. ده الكلام المظبوط. يبقى انا عرفت مين السلو اللي هي في الرسمه اللي قبل كده المجموعه اللي كانت على ايدك اليمين نقولها تاني الادرينال كورتكس والجوناز اللي بيطلعوا استيرويدز ومعاهم الثيروكس ومين المجموعه اللي رابد المجموعه اللي كانت على ايدك الشمال اللي هي بتشمل ثيرويد بتشمل اسف باراثيرويد وبنكرياس ومعاهم الادرينال جلاند اللي بتطلع الكاتيكولامينز اللي هم البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز ده رابد اكشن. ناخد فقره المعلومات العامه عشان نريح شويه والناس تفهم ايه قيمه ان احنا نعرف الاكشن سلو او رابيد. انا هقول لك حاجه قصه صغيره في عجاله كادت ان تكلفني انا شخصيا حياتي. عندي نوع من الحساسيه الالرجي بيجي مع الشريمز واللوبسترز الجمبري والاستاكوزا يعني حساسيه اكيوت يحصل لي إديمة في اللارينكس سموها انجينيتيك إديمة وأصاب باختناق يعني إذا ما اتلحقتش يجيني اختناق. لو خدت بالخطأ بحاول طبعا ما اخدش جمبري أو لوبسترز. أدوية الألرجي في الدنيا نوعان يعني في اثنين بس تو هرمونز ينفعوا في علاج الألرجي يا كورتيزون اللي هو ستيرويدز بطيء يا إما كاتيكولامينز إبينفرين نو ادرينالين على وجه التحديد اللي هو بيسموه ابينفرين اللي هو سريع. يبقى انا دلوقتي قلت لك الراجل ده هيموت مختنق بعد دقائق وعندك دوايين عندك كورتيزون اللي هو ستيرويد بينفع في الالرجي وعندك ابينفرين اللي هو ادرينالين بينفع في الالرجي اللي هيموت ومحتاج لحاجه سريعه within minutes تختار له ايه حضرتك؟ طبعا تختار له الابينفرين اللي هو
أدرينالين لأنه سريع في الأكشن وما تختارش الكورتيزون. في مصرنا العزيزة ستاف من بر لا داعي لذكر اسم حد اداني يومها كورتيزون اللي أنقذني الخالق أن النوبة فكت لوحدها. نفس النوبة عودتني وأنا في اليو اس الطبيب امتياز اداني حقنة أدرينالين بيسموه هناك إبينفرين فزالت النوبة في حينها. يبقى لو أنا عندي ألرجي أكيوت أستخدم الهرمونات اللي بتشتغل بسرعة اللي هما مين؟ بروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم ال كاتيكولامينز اللي على ايدك الشمال. لو انا عندي كرونيك الرجي حساسيه يعني بتاخد وقت طويل استخدم الهرمون البطيء اللي هو الكورتيزون لان دول اللي بيشتغلوا ببطء الاستيرويدز ومعاهم الثيروكسين. ادي قيمه ان احنا نعرف الكيميكال نيتشر اوف هرمونز. انما نقعد نقسمها بروتين وبوليبيبتايدز او يقول لك الدكتور نجح حفظها لنا حلو البروتين والبوليبيبتايدز بحرف البي اللي هم البيتيوتري والبنكرياس والباراثايرويد. وخد بالك ومعاهم لازم دول يتاخد معهم مين؟ كاتيكولامينز. هنا بقى النقطه المهمه لان دول انسوليبل ما يدخلوش الخليه خبطوا على الممبرين وينشطوا اللي موجود اوريدي يبقى رابيد اكشن. او استيرويدز اللي هم ليبيد سوليبل يدخلوا الخليه ويأثروا في الثانسز يبقى سلو. مين بيطلع استرويدز؟ المجموعه اللي كانت على ايدنا اليمين اللي هي الجونادز والادرينال كورتكس ومعاهم تملي ومعاهم ثايرويد جلاندز. دي سلو اكشن. ادي قيمه الكلام. يبقى في تقسيمه بيحبوها هم قوي مين اللي بروتين وبوليبيبتايدز ومين اللي استرويدز ومين اللي درايفز فروم وان امينو اسيد. انما حضرتك هتفهم ان التقسيمه مش كده خالص. التقسيمه الاهم مين فيهم ليبيد سوليبل يبقى سلو اكشن ومين فيهم ليبيد انسوليبل يبقى رابيد اكشن. وحفظتها لاجيال اللي سوليبل بحرف الاس هم الاستيرويدز بحرف الاس ومعاهم الثيروكس دي المجموعه اللي على ايدنا اليمين هيعملوا ثنسز بحرف الاس وبالتالي الاكشن يبقى سلو اورز تو دايز بحرف الاس. بينما المجموعه الثانيه اللي تشمل مين؟ البروتين والبوليبيبتايد وتملي فيهم معاهم هناك الاسترويدز ومعاهم الثايرويد. انما هنا البوليبيبتايدز ومعاهم البروتين بوليبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز دول ليبيد انسوليبل يبقى ما يدخلوش الخليه اللي موجود اوريدي نشطوه يبقى الاكشن رابيد. ده الفهم العميق للقصه. ده يصلح سؤال شافه وام اس كيو بس انتوا فاهمينه بعمق ليه من الاول ربنا حط الاندوكراينال جلاندز مجموعتين ادرينال كورتكس وجونادز تطلع استرويدز ومعاهم الثيروكسينز لو كنترول وسلو اكشن. دلوقتي فهمنا ليه سلو اكشن لان هم سوليبل الليبيد هيدخلوا الخليه وياثروا في الثنسز والثنسز ده هياخد وقت يبقى سلو. ومجموعه ثانيه العكس انسوليبل اللي هي بتشمل بروتين وبوليبتايدز مين اللي هم بروتين وبوليبتايدز بحرف البي بيتيوتري بنكرياس باراثايرويد المجموعه اللي على ايدك ال شمال ومعاهم الادرينال مضله كاتيكولامينز ما يدخلوش يخبطوا على الباب ويغيروا النشاط اللي موجود اوريدي يبقى الاكشن رابيد. لحد دلوقتي في شويه سؤال نظري. انتقل للريسبتور يا شباب. دي اسئله ام اس كيو مهمه جدا. قبل ما انتقل لها عاوز في الكيميكال نيتشر اقول حاجه تاني. في بعض امهات الكتب المهمه احنا قسمنا الهرمونات بقى التقسيمه المظبوطه بقى مش اللي بتتقسم اي كلام الى هرمونات ليبيد سوليبل خد بالك اللي بتشمل ادرينال كورتكس وجوناد وثيروكس. خد بالك اللي ليبيد سوليبل بيسموها لايبوفيليك بتحب الليبيد في نفس الوقت هي هيدروفوبيك ما تدوبش في الميه. يبقى اللي هم بيدوبوا في الليبيد يعني المجموعه اليمين بتشمل ادرينال كورتكس وجونادز وثيرويد دول بيدوبوا في الليبيد لايبوفيليك ما يدوبوش في الميه هيدروفوبيك. وفاهم ليه؟ من غير ما لو عاوز تحفظ تبقى مش لطيف لان الزيت والماء لا يختلطان. اللي بيدوب في الليبيد ما يدوبش في الماء. اللي لايبوفيليك لازم يبقى هيدروفوبيك. طب ايه قيمه المعلومه دي؟ طب احنا بنقول الهرمونات بتنطلق عشان ما تحفظش. الهرمونات بتنطلق في الدم اللي هو اساسا ميه زي ما بتدوبش في الميه وهتنطلق في الميه يبقى لازم نخليها ميسبل ويذ ووتر تدوب في الميه. وعشان كده هي دي المجموعة اللي بتتشال على بلازما بروتينز مين اللي جلوبلين لأن جلوبلين عنده هاي أفينيتي للهرمونز ومجموعة قليلة يتشالوا على الألبوم. وحتى دي
هقولها لك معظم الاستيرويدز والثيروكسين يتشالوا على الجلوبلينز. طب مين فقط اللي بيتشال على الالبومين؟ الفيميل سكس هرمونز ايستروجين وبروجسترون. وفكرت فيها واقول لك الاجابه سهله جدا. الفيميل سكس هرمونز بيتضاعفوا بكميه رهيبه في اثناء الحمل، يبقى عاوزين اكتر بروتين يشيله. مين اكتر بلازما بروتينز في الدم؟ القلبوم. عشان كده فقط الفيميل سكس هرمونز بتشالوا مين اللي على القلبوم. بقيه الهرمونات الميل سكس هرمون والهرمونات بتاعت الادرينال كورتكس والثيرويد بيتشالوا على الجلوبلين اساسا، لانه ما عندوش هاي كاباسيتي سؤال ام اس كيو، لكن عنده هاير افينيتي. يبقى حتى توزيعه مين يتشال على بروتين مفهوم. الهرمونات اللي ليبيد سوليبل، اللي ما اللي زي اللي بتدوب في الليبيد بس ما بتدوبش في الميه، يبقى ازاي تنطلق في البلد اللي هو ميه وهي مش ميسبل ويز ووتر. يبقى عشان نخليها ميسبل ويز ووتر لازم نشيلها على بروتين. مين اكتر بروتين يشيلها؟ اللي عنده هاير افينيتي، اللي هو مين؟ الجلوبلين. يشيل معظم ما عدا حتى الاكسبشن، الاكسبشن ماده للتامل، الهرمونات اللي هي اكثر اللي هي فيميل، فيميل سكس هرمون ايستروجين بروجسترون كميات رهيبه. عاوزين حاجه هاير كاباسيتي مش هاير افينيتي اللي هي الالبومين. بينما الطالب ذكي وبيحفظوا الطلبه مع ان لازم يفكروا الهرمونات اللي هي انسوليبل اللي هي بروتين وبوليبيبتايدز. طب ده هي اوريدي بروتين وبوليبيبتايدز، دي لايبوفوبيك انسوليبل ليبيد ما بتحبش الليبيد، فيها في نفس الوقت بروتين وبوليبيبتايدز، هيدروفيلك هي بروتين وبوليبيبتايدز ميسبل ويز ووتر، يبقى ما تتشالش على بلازما بروتينز. يبقى هم يحفظوا، انما انتوا هتفهموا. اللي بيدوب في الليبيد اللي بيحب الليبيد افتكرها العكس، اللي بيحب الليبيد ما يحبش الميه. اللايبوفيليك هيدروفوبيك لان الزيت والميه لا يختلطان، اللي يحب الليبيد ما يحبش الميه. طب ازاي هو هرمون وهينطلق في البلد اللي هو معظمه ميه وهو ما بيحبش الميه؟ يبقى يتشال على حاجه تخليه ميسبل ويز ووتر، يبقى دي المجموعه اللي بتتشال على بلازما بروتينز. يبقى انت فهمت انهي هرمونات تشال على بلازما بروتينز. سؤال مسكين مهم، اللي هم المجموعه اللي على ايدنا اليمين الثيرويد والستيرويد هرمونز، العكس تماما لبروتين وبوليبتايدز. هم بروتين وبوليبتايدز، هم ميسبل ويز ووتر، هم هيدروفيلك، انما لايبوفوبيك ما يتشالوش على بروتين. يبقى هعيدها تاني للأذكياء بطريقة ثالثة. ايه ليه ربنا حط مجموعتين من الاندوكراينال جلانس، مجموعة كانت على ايدنا اليمين ومجموعة على ايدنا الشمال؟ في ثلاث فروق أساسية. الثيرويد والأدرينال كورتكس والجونادز اللي هما بيطلعوا ستيرويدز ومعاهم الثيرويد جلاند، المجموعة اللي كانت على ايدنا اليمين تتميز بثلاث مميزات. الكنترول اختار سلو تحت تأثير البيتيوتري وبالتالي الهايبوثالاموس. الاكشن سلو لان هما ليبيد سوليبل يبقى هيأثروا في الثانسز والثانسز سلو. وبعدين ليبيد سوليبل يعني بيدوبوا في الليبيد يبقى ما يحبوش الميه، يبقى هيدروفوبيك ما يحبوش الميه، يبقى لازم اشيلهم على بلازما بروتين عشان اخليهم ميسبل للوتر. يبقى يتشالوا معظمهم على جلوبرين والكتار قوي قوي الفيميل سكس هرمونز على قلبه. العكس تماما في المجموعه اللي على ايدك الشمال اللي بتشمل مين؟ باراثيرويد وبانكرياس وبيتيوتري ومعاهم كمان اللي قلنا معاهم الاديه المضله اللي طلع كاتيكولامينز. دول رابيد اكشن رابيد كنترول، ادي تاني حاجه. وبعدين هم اوريدي دايبين في الميه هيدروفيليك يبقى ما يتشالوش على بلازما بروتينز. اوعى تنساهم. الصفحه الاولانيه دي كانت كروشال للي فاهم، مش الدكتور ناجي بيقسم الاندوكراين جلانس مجموعتين بيسلي روحه، مش انا اللي مقسم، انا العبد لله اللي مقسم لمن يفهم انه وراء الخلق خالق. انا سالت روحي السؤال ده، ليه يا رب حطيته في مجموعتين؟ وكانت هذه الاجابه. ثلاث فروق اساسيه، ثيرويد ومعاهم الادرينال كورتكس وجوناز ومعاهم الثيرويد، سلو كنترول سلو اكشن، وهم ليبيد سوليبل هيدروفوبيك ما يدوبوش في الميه. طب وهرمون بينطلق في البلاد، يبقى دول اللي يتشالوا على بلازما بروتين. اشمعنى الجلوبلينز؟ لانه هاير افينيتي. طب اشمعنى حتى الاكسبشن ماده للتامل؟ اشمعنى الفيميل سكس هرمونز؟ لانهم كتار، يبقى عاوزين الحاجه البلازما بروتين الاكثر هو الالبوم. على النقيض تماما الناحيه اللي على ايدنا الشمال اللي هم ادرينا المضله وبنكرياس وباراثيرويد
وبيتيوتري هم اللي هم البروتين والبوليبتايدز وعامهم كاتيكول اللي هم ليبيد انسوليبل ما يدخلوش الممبر. يبقى الاكشن رابيد ورابيد كنترول، مش هقول يبقى رابيد اكشن والكنترول مش رابيد، وهم بروتين وبوليبتايدز هم ميسبوا الاساسا مع الميه، يبقى ما يتشالوش على بلازما بروتينز. اتمنى، انا عارف الحصه الاولانيه دي بتبقى ضخمه شويه وصعبه شويه، بس لما تفهمها بتحس ان الدنيا نورت مختلفه تماما. طاقه الريسبتور يا شباب برضو ام اس كيو، نعرف عن الريسبتور النقاط الاربعه الاتيه. اول حاجه ان الريسبتور ده تركيبه لارج بروتين مولكيول، وعدها المره المليون يا جماعه، الاكتف بارت في جسمك هو البروتين مش الليبيد والكربوهيدرات. الريسبتورز بروتين، الانزيمز بروتين، التشانلز بروتين، الكارير بروتين، افتكروا الاربعه الاساسيين دول، ريسبتور انزيمز كارير تشانلز، كل دول بروتين. فما يقول لي اي ريسبتور لارج بروتين مولكيول، ادي المعلومه الاولى. تاني حاجه، ايه بيفرق الهرمون عن بقيه المواد الكيميائيه في الدم؟ ان الهرمون مش هيشتغل على خليه الا لو عنده فيها ريسبتور. ان الفيرست ستيب ان ذا مود اوف اكشن اوف اني هرمون، اول خطوه في المود اوف اكشن اوف اني هرمون هو الاتحاد مع سبيسيفيك ريسبتور، انه يتحد مع سبيسيفيك ريسبتور. في عنده ريسبتور يشتغل، ما عندوش مش هيشتغل. فما يكتب لك في الام اس كيو مين الفيرست ستيب في المود اوف اكشن اوف اي هرمون، ما تقراش مين هو الهرمون وما تقراش الاجابه، اختار من الاربعه اليونيون ويز سبيسيفيك ريسبتور. اول خطوه لازم يمسك في الريسبتور. سؤال داخل سؤال، الهرمون لوحده ينكتف، الريسبتور ينكتف، بقولها بطريقه سهله، ايد لوحدها ما تسقفش، الهرمون ريسبتور كومبلكس هو اللي اكتف. وعليه يا شباب فكر بذكاء في اي هايبو فانكشن في كل الغدد اللي هناخدها يمكن ان تعزى الى سببين، انا اقول واحد وانت فكر في الثاني، يا نقص الهرمون، اظن انتوا تفكرتوا في الثانيه، يا نقص الريسبتور، لانهم لازم مع بعض. ثالث نقطه، ان او قبل ثالث نقطه نخلص النقطه الثانيه دي، ان لما بيتحد هرمون مع ريسبتور بيؤدي الى كاسكيد رياكشنز. وفهمت لكم يعني ايه كاسكيد رياكشنز؟ كاسكيد يعني شلال صغير. ان يؤدي، كان ممكن الخالق سبحان الله لما يتحد هرمون مع ريسبتور يوصل الهدف في وان ستيب، ربنا ما بيعملش كده، بيوصل الهدف عبر ميني ستيبس. وتتميز بايه بقى الستيبس دي؟ متتاليه، اسمع الجمله اللي جايه اهم، وكما الشلال متزايده، الشلال كل ما بينزل سرعته بتزيد، سرعته بتزيد، سرعته بتزيد، يعني الخطوه الثانيه اسرع من الاولى، الخطوه الثالثه اسرع من الثانيه، الرابعه اسرع من الثالثه، انسون. فلما تبقى كاسكيد رياكشنز نقدر نتحكم فيها. لكن تخيل لما الهرمون يتصل بالريسبتور يعني تطلع الناتج اللي عاوزينه على طول، يبقى الاكشن اصبح اكسبلوسيف، انفجاري، لا يمكن التحكم فيه. اقول لك حاجه، كل البايوكيمستري اللي بتدرسه كاسكيد رياكشنز، ربنا عمره ما بيصل الى الغرض، مع ان كل شيء عند الله مستطاع في خطوات واحده، انما عبر ميني ستيبس متتاليه متزايده فنسميها كاسكيد رياكشن. وخدناها حتى في الكلوتينج، كان ممكن نعمل الجلطه في خطوه واحده، بنعملها كاسكيد عشان نقدر نتحكم فيها، ممكن لقينا الجلطه مالهاش لازمه نوقف، لكن لو كانت بصوره انفجاريه ما نعرفش. النقطه الثالثه اهم النقاط في الام اس كيو، اللوكيشن بتاع الهرمون ريسبتور يا شباب. الطالب، في طلبه يعني، يوجد طلبه كثيرون يعتقدوا ان الريسبتور موجود على السيل ممبر، وهذا خطا. والريسبتور ممكن زي ما انت شايف في الرسمه على السيل ممبر او في السيتوبلازم او في النيوكليس. ده اهم سؤال على الاطلاق، هيسالك انهي هرمونز عندها انهي ريسبتور. للي فاهم سهله جدا، مين هيبقى الريسبتور بتاعته على السيل ممبرين؟ السيل ممبرين ده ليبيد، اللي هم ليبيد انسوليبل اللي ما بيدوبوش في الليبيد، اللي هم كانوا على ايدنا الشمال، البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز. طب قولها في صوره غدد، مين الغدد اللي بتطلع بروتين وبوليبيبتايدز؟ باراثايرويد، بانكرياس، وبيتيوتري،
ومعاهم كاتيكولامينز يبقى الادرينال مضل. يبقى مش حافظ كل الهرمونات دي. فهمت بقى ان التقسيمه الاساسيه هل ليبيد سوليبل ولا انسوليبل، مش التقسيمه الغريبه اللي بيقسموك لكونها انسوليبل والممبرين ليبيد يبقى لا يمكن تدخل، يبقى لازم الريسبتور يبقى على السيل ممبرين. وفي سؤال داخل سؤال، فكر فيها انت، تفتكر على الاوتر بوردر في السيل ممبرين ولا على الانر بوردر في الهرمون اساسا ما عداش السيل ممبرين؟ اظن انت جبت الاجابه، اوتر بوردر في السيل ممبرين. هنا بيختبروا الذكاء مش الحفظ. يبقى اللي على ايدك الشمال اللي هم بانكرياس باراثيرود تاني بيل تالي بيل بيتيوتري ومعاهم الاديه المضله اللي هم كاتيكولامينز، قلنا الثلاثه اللي بحرف البي بيطلعوا بروتين او بوليبتايدز بحرف البي ومعاهم الكاتيكولامينز اللي طلع الاديه المضله، دول كلهم ليبيد انسوليبل ما يعدوش السيل ميمبرين، يبقى لازم الريسبتور يبقى على السيل ميمبرين. سؤال داخل سؤال، اوتر بوردر في السيل ميمبرين. بينما المجموعه اللي كانت على ايدنا اليمين في الرسمه اللي هم ليبيد سوليب اللي هم مين؟ الاستيرويد هرمونز ومعاهم الثيروكسين، كلها في صوره غدد. مين بيطلع الاستيرويد هرمونز؟ اللي بيطلعوا سكس هرمونز اللي هم مين؟ الجونادز والادرينال كورتكس ومعاهم الثيرويد جلاند. دول الهرمونات بتاعتهم ليبيد سوليبل، يبقى يعدوا السيل ميمبرين، يبقى الريسبتور جوه السيل، يا اما في السيتوبلازم يا اما في النيوكليس. الاستيرويد في السيتوبلازم، اما الثيروكسين تي 3 وتي 4 موجودين في النيوكليس. وده بقى لازم تبقى حافظ الاكزامبل اللي مفيش غيره في الشفوي، انه الوحيد اللي عنده نيوكليار ريسبتور عشان كده الاكشن بتاعه قوي جدا انه بيدخل على التارجت على طول اللي هو التي 3 والتي 4 اقوى من الاكشن بتاع الاستيرويدز، لان ده لسه هيدخل نيوكليس ياثر في السنس، انما ده الريسبتور اوريدي في النيوكليس. ادي الفهم ان موضع الريسبتور ماده للتامل. طيب النقطه الرابعه، هل الريسبتور ستاتيك ولا دايناميك؟ نفكر بهدوء مع بعض. الريسبتورز كمعظم الاشياء في الجسم دايناميك، قلت ما فيش حاجتين ستاتيك الا النيرف والماسل سيلز، حتى افتكرها نيرف اند ماسل سيلز. اي حاجه تانية دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني عدد الريسبتور مش ثابت. يعني ايه مش ثابت؟ يعني ممكن يزيد او ممكن يقل. طب ايه قيمتها؟ انه وراء الخلق خالق. لو الهرمون زاد عشان ما يحصلناش هايبر فانكشن، ربنا يروح سبحان الله منقص عدد الريسبتور، نسميها داون ريجوليشن. نسمي الكلام ده داون ريجوليشن. يبقى لو الريسبتور، لو الهرمون زاد اهي ريسبتور يقل ونسمي ده داون ريجوليشن، والعكس لو الهرمون قل عشان ما يحصلش هايبو فانكشن نزود عدد الريسبتور ونسمي ده اب ريجوليشن. يبقى اهم نقطه ان الريسبتور دايناميك، لو زاد الهرمون يقل الريسبتور عشان ما يحصلش هايبر داون ريجوليشن، لو نقص الهرمون عدد الريسبتور يزيد نسميه اب ريجوليشن. طب ايه اسباب الداون ريجوليشن؟ هقولها في عجاله وملهاش قيمه، هقولها بس عشان اسهلها لك بطريقه سهله. ازاي بيحصل داون ريجوليشن؟ خد بالك طريقه جميله، انه لو الهرمون زاد ممكن نقلل نين اكتيفيت ريسبتور، واحنا قلنا الهرمون بيشتغل عن طريق سيجنال، ماده اسمها السكند مسجر، نين اكتيفيت سيجنال. يعني اول طريقه بالان اكتيفيشن، يعني ان اكتيفيت ريسبتور يعني ان اكتيفيت السيجنال. طب تاني طريقه ان احنا ننقص عدد الريسبتور، يعني كان اول طريقه بتتعلق بالكيف، في ريسبتور بس ان اكتيف، في سيجنال بس ان اكتيف، لا الثانيه بتتعلق بالكم، ان الريسبتور يحصل له سيكويستريشن يعني ينفصل عن السيل ممبرين وانترنايزيشن ويدخل جوه الخليه، والانزيم اللي جوه الخليه تعمل له ديستراكشن تكسره، او من الاول نقلل برودكشن اوف ريسبتور لانه بروتين، الخليه ما تعملش ريسبتور، يبقى يتقلل برودكشن يتزود الديستراكشن، في الحالتين يبقى عدد الريسبتور قل. يبقى عارف على راي نزار قباني لما بيقول الحب بعض من تخيلنا على الارض، إن لم نجده لاخترعناه. أنا بقولها الفسيولوجي بعض من تخيلنا على الأرض. على فكرة نزار قباني ده يعني بلدي